وبتحضريه بالبيت على راحتك، وبتعتبريه فيلم السهرة، ورح تنبسطي فيه كتير. بالمناسبة مو هذا وبس، عملت كذا نسخة منه. وقعت الوراق بعدين؟ برأيي هذا شيء بطمن. هلأ صرت متأكد إنه أنت ممكن تتخلي عن مبادئك مشان إخواتك، يمكن هالشي ما بيناسبك، بس رح يكون لمصلحتكن أنتو الكل. هلأ صار فيك تروحي وما تخافي من شي. إذا ما خدعتيني وغدرتي فيني، أنا كمان ما رح أغدر فيكي. بترجاك سامحني يا أبي، مع أني كنت بعرف أنه هديك الوراق غلط، بس كان لازم وقع عليها. شركة جايوالي بتملك مليارات، ويمكن ما حيعرف بسرقة رامفير الصغيرة، ويمكن بعد فترة ما تبين، بس بالنسبة لإلي غلطة بيها كانت كتير كبيرة. كان لازم أتخلى عن القيم والمبادئ اللي زرعتها فينا، لأنه مو طالع بيدي أعمل غير هيك. بس شو بدي أعمل يا بابا؟ في صراع جواتي بين مبادئي وبين حبي وخوفي على بيها، بس مسؤوليتي تجاهها هي الأهم. يا ربي دخيلك، حاسة حالي ضايعة. بقدر أدخل؟ طبعاً. أنا جاي لقلك خبر حلو. شو؟ اللي حبيت وحدة أخيراً؟ الخبر مو عن البنات، هو بيخص الأسهم، لأنه الأسهم يلي استثمرت فيهم شركتنا جابت لنا ربح بمليون وخمسمائة ألف. أنت عن جد عم تحكي؟ برافو عليك بوشكار. آه، وفي موضوع تاني، أنا مضطر إني أطلع بكير. كيف بدي أقول لك لا بعد ما نقلت لي هالخبر الحلو عن أرباح الأسهم تبعنا؟ بس بالأول عود لنحكي شوي. أوكي. إلي لشوف، لإمتى أنت بدك تضل على هالحالة من بنت لبنت؟ إمتى بقى رح تجي وتقلي لقيت البنت اللي بدي كمل معها حياتي؟ خلص بس لاقيها أكيد رح أجي وخبرك أنت أول الناس، لأنه سعادتي ما بتكتمل إلا إذا خبرتك بالأول. إلك شغلة بوشكار، رغم إنه قرابة الدم ما بتجمعنا، بس دائماً عندي إحساس بإنه علاقتنا مع بعض أقوى من أي قرابة ممكن تجمعنا. بصراحة أنا ما بتذكر، كان عمري 4 سنين لما هجرنا أبي وتركنا وراح. وقتها صح كان عندي عيلة، يعني كان عندي أخت وأخ وأم كمان، بس أنت بالذات كان إلك مكانة مميزة بحياتي. أنت اللي بنيت لي شخصيتي وكنت تدعمني كل ما احتجت لشي، وكل اللي فيه أنا اليوم هو بفضلك أنت. غلطان، أنت وصلت لهون بجهدك، يعني مو بفضلي يا بوشكار.